عتمشي قدمت كبعين عين قسم تودي سطح جيبه له أسدت جيبه متي سطبين بدليت بس عينا عينا عجزت طحت بزير عينا أسدت مكس قسم متي سطبين متي سطبين افتح لي دليت سطح مدري سطح لمحي مدري ولا تخطاري عينا أسدت مكس صح عينا أسدت مكس حيث تعودي بصاقة لا تعودي بصاقة تدور مع كل شيء تعطيني 40 كيلو تعطيني 60 شنو هي الحاجة اللي كتضرك بزاف؟ يا عين شو حيب على الأبداز بزاف تشوف أنا عين مغمضة وعين محلولة بحالها أعمى هذه الهشام مسكين كيتألم ألم ناقص بنادم كيشوف بعيني بجوج وكيشوف بعين وحدة تجيني من جهه اخرى دير اللي بغيتي ديري يد ديالي يعني ما كيشوفكش كيتكرفس مسكين وكيدوروا مع الدري هنا في السوق ما بنادم كيعطيك شي حاجه كاين اللي عطاك كاين نهصرو كاين اللي كيدور فيه كاين اللي ما كيحسبوش كاع صافي يعني بنادم ناقص يعني خاصه عين بغي يمشي يخدم كي بنادم خصك تكون على الاقل تخدم سيكيوريتي خصك تشوف عينك بجوج انت ما عندكش عينك بجوج بحال شي حاجه ناقصاك مشى بغى يخطب يعني بغى ياخذ وحده من الناس قالوا لي اخويا ما كتشوش هاد الدري ما كاينش عطو بنتنا عطو واحد ما كيشوش هو اصلا كيشوف بعينه غير عينه طاحت ليه هانت العين ديالو راه كيشوف بها مزيان غير طاحت ليه مشى مسكين دار عمليه في السبيطار ملي شافوا الناس دار عمليه قال صافي راه لاباس شويه مسكين حيد فاطمه راه غيشوف كيقلب كيقع عينه نفس الديكور باقا كيما كانت غير زاد طاحت كملة ديال طاحت ليه دابا ومسكين دابا كيبغي يخدم كيبغي اي حاجه ضروري من العيونات يكونوا بجوج